أنا جمعتكم حتى أخبركم إني مريضة بمرض خطير خطير كتير، وبده علاج برات البلد. خير أختي؟ شو هذا المرض ومن أيمت صار معك هيك؟ اللي فترة عم أعمل صور وتحاليل وأشعة، وكل الدكاترة قالوا إنه أنا لازم أعمل العملية ضروري، والعملية ما أنا هون بالبلد، لازم سافر. بس المشكلة إنه هاي العملية بتكلف كتير. أيوة، يعني قديش بتكلف أختي؟ شوفي أنا فيني أعمل لك هيك شوية أدوية يعني، بس يعني أنت بتعرفي شو الحال، أنا يا دوب عم مصروف على مرتي وولادي. أنا بعرف أخي، بعرف حياتك صعبة، بس امبارح مبدل سيارة مرتك وحرام، كان بدها موبايل جديد بس ما قدرت تجيب لها. الله يعينك أخي، الله يعينك. معافية يا بنتي، معافية إن شاء الله. على كل يوم أنا يعني كل كم يوم بيجي بطلطل عليكي، بس لازم أمشي هلأ، خالتك فايزة بيكون انشغل بال علي. يلا السلام عليكم. كتر خيرك أبي. ما تاكلي هم أختي، أنا بدبر لك المبلغ اللي بتحتاجي، المهم تقومي بالسلام. أنت يا معتصم، لك أنت بدك مين يساعدك؟ أنا بدبر حالي أختي، المهم تتعالجي وبعدين كله بينحل. أختي ليش ما بدي إلي جوزك لبرا؟ تقول له يبعث لك شوي مصاري يعني بتنحل الأمور. دقيت له أخي بس جاوبني نفس جوابك، حرام ما عم بيلحق مصروف لأولاده ولمرته الأجنبية. يلا إن شاء الله بتنحل الأمور، أنا والله بدي أروح، عندي موعد. سلام. لك شو هاد؟ لك أنا شو عم بسمع؟ بده يبيع البيت؟ لك ونحنا؟ لك ونحنا وين بدنا نسكن؟ لك يا نايا هي مانا مشكلة، رح نسكن ببيت أبي عند أختي، خصوصاً بعد العملية هي بحاجة حدا يضل عندها. أيوة، يعني بدك يعني يكون خدامة وممرضة لأختك كمان. نايا حبيبتي، أبي ما رضي يبيع البيت رغم إنه ساكن مع مرته لحاله، وأخي غيث شال إيده من القصة وفهمنا إنه ما بده يساعد. نايا أنا ما فيني أترك أختي بهيك محنة، أختي عم تموت، إذا أنا ما ساعدتها بكون مجرم مثلي مثله. لك وأنا شو دخلني مين ساعد ومين ما ساعد؟ أنا شو دخلني؟ هاد بيتي وما رح خليك تبيعه، ومو بس هيك ما رح تعطيها لأختك ولا ليرة، عندها أب مسؤول عنها وجوزها برات البلد عم يلعب بالمصاري لعب، تروح تدبر حالها. البيت رح ينباع ورح تروحي تسكني عند أختي، وكل شي مصاري معي بالبنك رح أعطيها إياهن، وإذا بدها تسافر رح سافر معه ورح ضل معه للآخر. وأنا رح روح على بيت أهلي وإنت خليك جنب لأختك. والله إذا بدك تروحي عند بيت أهلك فهذا خيارك، الله معك. ولك أنا بس بدي أفهم إنت شو استفدت؟ آه، ولك أختك بين الحياة والموت قاعدة لك بالفرشة، يعني رح تروح مصرياتك وبيتك وتدهور حالك وولادك ومرتك على شو؟ آه؟ والله أنا ما عم بقدر أستوعب، ما عم بقدر أستوعب كيف عم تراهنوا على حياة صبية بأول عمرها. الله ميزنا عن الحيوانات بالإنسانية، يعني يكون قلبنا على بعض، يكون في حنية. عشو؟ عم تفكروا بس بالمصاري؟ ما عاد في شيء لوجه الله؟ الله عليك، الله عليك يا أبو الحنية. عود عود اسمع، لا تقعد تعمل لي حالك انك الانسان النبيل واللي عنده اخلاق وما بعرف شو. انا مالي القلب من هاي المحاضرات كلياتها. اعمل يلي بدك اياه، بدك تروح مصرياتك، بدك تروح مرتك، اولادك، بيتك. انا مالي علاقه لا فيك ولا باختك. كانت النصيحه بجمل، بس هلا شو؟ ما حدا عم يفهمها. اختك رح تموت وتموت. هزيت اللي بدني عن جد. قوم ساعينا فنجان قهوة. لك قوم، شو بك عم تطلع فيني هيك؟ إنسان النبيل. شو أختي؟ صار كل شي جاهز ولازم نسافر، جهزتي أغراضي؟ يا أخي جاهزة للسفر،
بس والله مو هاين علي اللي صار فيك بسببي. يهي علينا حبيبتي. أنا كل شيء عم ساويه عم ساويه كرمالي. تعرفي ليش؟ بكرة الله بيجيني الخير والسعادة أنا وياكي. أقولك رح ضل عايشة لحتى رد لك معروفك؟ لا ما حتضلي عايشة. لك بكرة بترجعي من السفرة ما فيكي ولا علي. وبتضلي الحلا اللي محلي حياتنا كله. أنت بس وعديني ما تيأسي وتساعدي حالك. إن شاء الله أخي إن شاء الله. لك ألف الحمد لله على السلامة. والله العظيم معاطي فرحتي لحدا برجعتك وبنجاح العملية. كله بفضلك أخي، كله بفضلك. لا يا أختي، فضل الله فضل الله. مرحبا. أهلين. هلا هلا، تفضل. مدام حلا موجودة؟ إيه تفضل، أنا المدام حلا. مرحبا مدام، أنا المحامي أحمد سالم، وكيل زوجك هون بالبلد. أهلا وسهلا، وشو المطلوب مني؟ ما بعرف إذا بتعرفي، لكن زوجك توفى، عطاكي عمره الله يرحمه، وبحكم أنه أنا وكيله هون بالبلد وأنت الوريث الوحيد والشرعي له، فأنت وردتي كل شيء هون. طبعاً بأوروبا زوجته وولاده اللي عايشين برا أخذوا أملاكه اللي هنيك، وهذا العقد بدي من حضرتك بس توقعي لي عليه وتبصمي ليصير كل شيء قانوني وحسب الأصول. دقيقة، يعني أنت بدك تنقل توكيل من اسمك لاسمي بالأملاك اللي إله بالبلد هون، صح؟ تمام صح. معناها بتنقل التوكيل لاسم أخي معتصم فورا، وبصير هو وكيلي بكل الأملاك الموجودة هون. لا لا يا أختي، هذا حقك. لا أخي، شفت؟ شفت كيف رب العالمين جازاك؟ مو أنت كان بدك أنه نضل أنا وياك مع بعض؟ وهي هي نحن بقينا مع بعض. خلاص أخي خلاص، طالما أنت جنبي ماني خايفة من شي. شرف أستاذ، تفضل. تفضلي مدام.